اهلا اهلا اهلا، ده ايه الحلاوه والشقاوه والطعامه دي؟ اهلا يا حبيبتي. انتي مين بقى؟ انا فانزي صاحبك كيمي. اهلا اهلا يا قمر، ما شاء الله زي القمر. ميرسي انا. باي باي يا كيمي، مامي مستنيه بره. باي 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 يا حلوه. باي. ما شاء الله زي القمر، جمال رباني. رباني ايه ده؟ كله صناعي. صناعي؟ دي زرع شعرها وملونة عينيها. بجد؟ ده خلق باقي بقى. ده لسه في باقي؟ بس دي لسه صغيرة قوي. صغيرة ايه انا؟ احنا في 2040. يا سلام، وده معناه ايه يعني؟ يعني بلاستيك سري بتتعمل من الولادة. الحمد لله الحمد لله يا ولاد ان انتوا بعيد عن الحاجات دي. قال من الولادة قال. بس انتوا عارفين فكرتوني بحاجات وبأيام. ياه ايه، علي قرب يرجع من السفر ومش عارفة اعمل له ايه. اعمل له صينية بطاطس. لا انا بتكلم بجد يا جوجو، مش بهزر. انا عايزة اعمل له مفاجأة تبسطه. صينية مكرونة بالبشاميل. هو في ايه؟ انتوا ما بتتكلموش غير في الاكل. انا بتكلم بجد. اصل احنا جعانين قوي. لا انا بتكلم بجد، نفسي اعمل له حاجه كده ينبهر بيها. اجيب له هديه مثلا. هديه ايه يا حبيبتي؟ جرت العاده ان اللي جاي من السفر هو اللي يجيب هدايا. ايوه صح. وبعدين انا محتاره، علي عنده كل حاجه مش عارفه اجيب له ايه. سمير. نعم. هو انت حبيبي مش راجل؟ ها؟ بقولك انت مش راجل يعني؟ الحمد لله، ما كنتش مصدق، دخلت على النت وتاكدت الحمد لله. ايوه انت راجل يا سموره، يعني انت تعرف ايه اكتر حاجه بتبسط الراجل. بصوا يا ليديز يا حلوين، اكتر حاجه تبسط الراجل في الست ان الست دايما تبقى متجدده. الله، زي بالظبط. كل ما يبص لوشها يحس انها شباب. يا سبحان الله، بيتكلم عني زي بالظبط. يا رب ارحمني حبيبتي، انا لما ببص لوشك بحس اللي كان شباب. خص عليك، خص عليك يا سمير، يعني انا ما بقتش شباب خلاص. بجد اخص عليك يا سموره، ده جوجو الشباب والقمر والشباب كله. لا انا اقصد يعني يبقى في تطور، في عمليات تجميل، في شد شعر، في شد ودان، في عالم بيشد، تنفخ حته، تشد حته، تقطع حته، تزنق حته، بيعملوا بلاوي. ايه غيروا ايه اللي هو بيقوله ده؟ لا 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 لا، انجي دي، انجي دي مش محتاجه لا نفخ ولا تصغير ولا تكبير ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، جسمها مانكا. ميرسي يا جو. يا حبيبتي مش كل حاجه الشد والنفخ والبلاوي اللي بتقولوا عليها دي. انتوا ناسين السنان والشفايف. ايوه صح، انا عايزه من ده يا سمور، عايزه من ده. تعرف الدور فظيع. حقنه في الشفه دي يجيبها لك يمين، يجيبها لك شمال، الشفه اللي فوق كده كده كده، كل حاجة. والسنان بقى، السنان دي بتقلب وش الست خالص. حلوة قوي يا سمورة، حلوة قوي، أنا عايزة من ده. أنا شخصيا أعرف مجموعة دكاترة أسنان أصدقائي، إنما فيهم واحد هو الفظيع فيهم. تروحي له؟ يا ريت. يا مدام إنجي، اللي حضرتك بتطلبيه ده مش هينفع ومش هيليق عليكي. ليه بس يا دكتور؟ انا مش بطلب حاجه غريبه، انا بطلب عمليه تجميل في سناني، ناس كتيره قوي عملوها وطالعه موضه. لا ما هو مش كل حاجه بتطلع موضه بتبقى لايقه على كل الناس، ده مفهوم غلط طبعا. قصدك ايه؟ ان انا ما بفهمش؟ لا يا فندم العفو، بس احنا ممكن نعمل حاجه تانية تبقى لايقه عليكي جدا وتبقى موضه برضه. ايوه بس انا بقى كبرت في دماغي وعايزه اعمل الضب بتاع انجلينا. ايوه اللي عملته ده كان لايق عليها، لكن عندك هيبقى شكله وحش جدا. يا سلام، يعني ايه ضبها احلى من ضبي؟ لا لا خالص، بس انت شفايفك صغيره، لو عملنا القصه دي بشكل وحش جدا. ايه رايك بقى مثلا نعمل هوليد سمايل، موضه برضو ونجوم كتير عاملينه ويبقى شكله حلو جدا عليكي. لا الدكتور شايف انا متسمه على طول اهو زي كل الستات المصريين، مفيش اي حاجه. وين افرض انا بقى عايزه انكد على علي جوزي اعمل ايه؟ مش هينفع. لا 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 لا، صدقيني الهوليد سمايل ده تبقى لايقه عليكي جدا، انما موضوع الضب ده بصراحه مش هعرف اعمله. ايوه يا دكتور، انا اللي هدفع فلوس وانا من حقي اختار العمليه اللي انا عايزاها. لا يبقى حضرتك بقى تشوفي دكتور سنان تاني تروحي تعملي عنده موضوع الضب ده.
يا سلام، خلاص احسن. معلش انا اسفه على احسن والحذر. ممكن حضرتك ترشحي اسم دكتور ممكن يعمل لي عمليه الضب دي؟ طب بالنسبه للكشف اللي دفعته بره ايه؟ عن اذنك. خير يا فندم. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا جايه استشير الدكتور عن عمليات التجميل الاسنان. اوكي يا فندم، بس اضطريت ادفع كشف مستعد عشان حضرتك مش حاجزه معايا. قوي قوي قوي. كام؟ 500 جنيه. لا يعني اذا كان الكشف ب 500 جنيه امال العمليه كام؟ لا دي الدكتور حضرتك اللي بيحددها. طيب حاضر. 500 جنيه. كل اللي معايا. اوكي، فانت ازاي حضرتك خاصه حد معايا؟ مساء الخير. مساء النور. ممكن اسالكم سؤال؟ اكيد طبعا. انتوا جيتوا للدكتور ده قبل كده؟ بصي، هو احنا جايين هنا على الصمعه وانا جايه على مهلي. خفيفة قوي. اصل احنا بنحب الضحك. احلى حاجة في الدنيا الضحك. طيب قلتولي الدكتور ده كويس؟ هو انت جاية له ليه؟ بصراحة يعني انا جاية علشان عايزة اعمل عملية تجميل في اسناني. عايزة اعمل الضب ده اللي طالع موضة، عارفينه؟ بتاع انجلينا جوليو. بس كده يبقى انت جيتي في المكان الصح. طمنتيني. طيب وانتوا بقى جايين يعمل لكم نفس العمليه الضب صح؟ احنا جايين هنا علشان كده، اصل احنا جوازتنا بتحب التغيير قوي. معاهم حق. لا معاهم 128 حمراء. ده القلش عالي عالي معاكم بصراحه. شو قلت لك ان احنا بنحب الضحك؟ ضحكت عليكم نفسكم. بتقولي ايه؟ العب باليه. لا يا فندم انا مش عايزك تقلقي خالص، طمني جدا. أنا مطمنة جدا يا دكتور، بس أنا مش عارفة، حاسة إني شفت حضرتك قبل كده بس مش متأكدة فين. يا فندم كل الناس بتقول لي كده. بص يا فندم أفهمك الموضوع اللي بقوله كل مرة. إحنا 7 أخوات، بابايا خد لنا شقة كبيرة. أيوة افتكرت، أنتوا اللي عندكم عمارة ساكنين كلها. أيوة أيوة، أنا رحت لأخوك اللي هو الدكتور البيطري وأخوك التاني اللي هو الدكتور مخ وأعصاب. بالظبط. أيوة أيوة. فاضل لك 4 يا فندم، خلاص خدتي 3 فاضل 4. مش عارفة قرعتي بتقع فيكوا ليه بقى. يا فندم يا ريت تيجي معانا كل مرة، بس أنا عايزك تطمني خالص، إن شاء الله كل حاجة هتكون تمام. أنا مطمنة خالص، بس يعني حضرتك شايف ان الضب ده هينفع معايا؟ تنفع؟ طبعا تنفع يا فندم، انت جاي عند دكتور فوزي ابو ضب، اعظم دكتور بيركب ضب في مصر. اهلا وسهلا، انا كده اطمنت خالص. معلش اصلا انا رحت للدكتور قبل حضرتك وبعدين قال لي ان العمليه دي مش هتليق معايا خالص وهيبقى شكلي وحش. بصي والله واحنا هنعمل اللي علينا والشكل ده بقى بتاع ربنا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش عايزك تقلقي خالص. لا مش قلقانه، ربنا يستر. طيب احنا ممكن نعمل العمليه امتى؟ حالا دلوقتي. حالا حالا دلوقتي؟ طبعا دلوقتي دلوقتي. من غير تجهيزات ولا اي حاجه؟ يا فندم خير الضب عاجل ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد، ولكل مجتهد نصيب. ايوه، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. انت حافظه اهو. ايوه طبعا. بصي بقى على بلاطه كده، انت هتدفعي 6000 جنيه في الاول، بعد كده هتدفعي 2000 بعد التشطيب على طول. في ايه؟ 8000 جنيه ليه؟ ايه يا فندم؟ ليه؟ ايه في ايه؟ وبعدين ايه التشطيب دي؟ حد قال لك ان انا عايزه امحر بقي؟ خلاص لو مش عايزه تدفعي كاش ممكن تقسطي. لا هدفع حاضر، بس يعني حضرتك مش شايف ان ال 8000 ده كتير قوي؟ على فكره انا غالي جدا. بس هتاخدي بقك سوبر لوكس على المفتاح. طالما على المفتاح بقى يا ريت تركب لي سبوتات على الجناب وتخلي بالك من الكرانيش. على فكره يا مدام انا دكتور مش نقاش خالص. لا والله انا مش عايزك تقلقي خالص. يا كريم هات لي الفرشه. يا كريم فرشه ايه؟ انت هتبيض مش تمعجن الاول؟ يا فندم انا قلت له يجي عشان يجيب فرشه السنان. انا افتكرتها فرشه الدهان. لا ده انت ان شاء الله بعد اول وش.
هو معلش سؤال. نعم. هو الستين اللي قاعدين بره يقربوا لحضرتك؟ دول اخواتي برضو. بص احنا عيلة كبيرة جدا متفرعة، بنحب الضحك جدا جدا جدا. أيوة. فما تقلقيش لو لقيتينا في أي مكان. طب يلا يلا بقى خش خلص المرمى دي. يلا يلا على بركة الله. تزبونة حلوة قوي. أيوة يا فندم، عايزة فايبس؟ ايه فايبس دي؟ لا حضرتك احنا سوبر ماركت مش صيدلية. مناديل مبللة؟ حاضر مناديل مبللة. لا احنا اللي عندنا مناديل ناشفة، ممكن بعد كده حضرتك تبليها براحتك. شادي! ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ العمارة وقعت؟ لا لا ما تخافش. حرام عليك، انا قفلت في وش الزيت الزبونة. مش مهم تقول في داهية، المهم الخبر اللي انا جاي اقوله لك. حرام عليك يا حرام عليك، يا مش اتقي الله. بقول لك ايه، مش انجي هتعمل عملية تجميل عشان تفاجئ جوزها؟ انجي هتعمل عملية تجميل؟ ما هي جميلة لوحدها مش محتاجة. نعم. لا معرفش، لا معرفش. طب اديك عرفت. طب انا اعمل ايه يعني؟ هات 10000 جنيه. هات 10000 جنيه بتوع ايه ان شاء الله؟ عشان انا كمان اعمل عملية تجميل وفاجئك. ما كفاية السرعة اللي بتسرعيهاني كل يوم بالليل، بتطلعي لي في الضلمة قطعت الخلف منك لله. يلا بقى يا شعبان، عايز اعمل عملية تجميل. طيب انا هقول لك على حاجة. فرضا ان انت عندك عمارة 3 ادوار. يا ريت. والعمارة دي اساسها بايظ وعايزه تطلعي بيها 10 ادوار، هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هطربقها واجيب عليها واطيها وابنيها بقى من اول وجديد. اهو انت بقى عايزه تطربقي من اول وجديد ونبتدي من اول وجديد كده. يا شعبان انت مستخسر فيها 10000 جنيه. والله العظيم ابدا، انا بس مستقلي ال 10000 جنيه على الدكتور اللي هيقعد يجزر فيكي طول الليل. ليه انا مش هخليه يجزر؟ انا مش هعمل شف. امال انت هتعملي ايه؟ هنفخ. نعمي روحي؟ هنفخ. هنفخ؟ انتي محتاجة يا هبة تنفخي؟ ما انتي روحي منفوخة، انتي مفيش مراية بتبصي فيها. يا شعبان ما المراية الكبيرة اللي انت جايبها لنا فوق في شقتنا دي انا لما ببص فيها ما بشوفش نفسي كل، يعني بشوف نفسي بس في مناطق بقى بتبقى باظة، فانا عايزة بقى انفخ علشان خاطر ايه؟ ابقى كلي بقى كده متساوي. طب ما نكبر المراية ونخلص. لا انا عايزة ابقى متساوية كلي على بعض. طب انا عندي حل حلو قوي. اوه. عارفة البلدوزر بتاع الاسفلت؟ انا هجيبه ونيمك وام عدي عليكي 5 6 7 12 مره وهتطلعي زي الفل. شعبان انا عايزه انفخ، يعني عايزه انفخ بس كده يعني. طب خدي انت حلك، انت بسيطه قوي يا حبيبتي. خدي امسكي ادي 2 جنيه اهم، تروحي عند اي عجلاتي وانت ماشيه كده قولي له ايه؟ ايه ده؟ انفخ. انفخ ايه؟ هو هيظبطك على يعني انا دلوقتي اروح اقول له عايزه اكسجين ولا نتروجين؟ لا هيليوم، عشان يقوم نفخك تطيري ما اشوفكيش تاني. امشي. ده انت راجل رخم. انت هتفضلي حاطه الكمامه دي بقى قد ايه يا مامي؟ معلش يا حبيبتي، الدكتور قال اشيلها الساعه 9 بالظبط. ايه ده، هو صوتك عامل كده ليه؟ مش عارفه حبيبي، من العمليه يعني في حروف بتقفش كده. الدكتور بيقول لي ان هو يعني هتفضل مخارج الالفاظ عندي مش واضحه شويه، يومين ثلاثة كده لحد ما بقي طبع. بعد اللي قلتيه ده بصراحة يا مامي احنا مستعجلين جدا عشان نشوف العملية اللي انت عملتيها. وانا كبير قوي قوي، بس خلاص فاضل 5 دقايق. يا مامي ما تشيليها، يعني ال5 دقايق دي مش هتعمل حاجة. لا يا حبيبي، الدكتور قال لي اوعي اوعي، ثانية قبل ال5 دقايق اوعي لحسن بقك ممكن يشقق. تفتكروا هيبقى شكلي حلو وبحكي بابوكم؟ مامي انت أي حاجة بتعمليها بتبقى شكلك حلو. حبيبة قلب أمك. أكيد طبعا، اللي تخلف القمر ده لازم طبعا تكون حلوة. يا ولا تعكسيني. يلا بقى يا مامي، 5 دقايق خلصوا فرجينا. خلصوا خلاص؟ أنا متحمسة قوي. واحنا كمان. طيب انتوا جاهزين؟ طيب أوكي، بصوا تعالوا اقفوا قدامي غمضوا عليكم. حاضر. هنعد في 1 2 3 ماشي؟ أوكي 1 2 3 دادا. جريوا ليه؟ معقولة النتيجة مبهرة للدرجة دي؟ بس في حاجة بتقفل، مش عارفة في ايه. حلاوتك يا انتي. وفي ده
اعمل ايه؟ احط نور ده ازاي دلوقتي؟ احط نور ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك؟ في ايه يا رجاء؟ انت السبب يا سمير في اللي حصل لي. حصل لك ايه؟ ما... عايزه ايه؟ انت السبب في اللي حصل لي. شفت بقى حصل له ايه؟ مامي دراكيولا، دراكيولا طلع من التابوت. يا لهوي، حد يشوف لي فص توم او وتد خشب كده عشان اتفسه. تتفسه فين؟ في بقه. في بقه ايه؟ حرام عليك يا شمورة، بقي رايح خلاص، وكل حاجه في بقي بقي بقي. معقولة ده دكتور اللي بعت كلو ده فرشح بوقك وحطلك سنان مراته؟ متأكدة ان الدكتور ده اللي انا لقيتلك عليه؟ لا يا دكتور سمير، بس هو انا روحت لواحد تاني، يا ريتني كنت سمعت كلامك، بس اللي روحت له ده بوظ بوقي، بوظ لي حياتي كلها. يا رب يا رب بوظ له حياته كلها زي ما تقولي. يا رب اشوف فيهم. شايفة؟ شايفة يا هبة؟ اخرت عمليات التجميل واللعب في خلقة ربنا. اه معاك حق يا شعبان، الحمد لله ان انت منعتني اعمل العملية. يا لهوي، يا رب اعفنا يا رب مما ابتليت به غيرنا، كان زماني بقيت شفطورة كده. مش عارفة حتى تف. اقسم بالله اقسم بالله لو ما سمعتي كلامي بعد كده لا هتبقي شبه طنط العوي اللي هناك دي. مين دي طنط العوي؟ ايه الادب يا زبالة انت وهي؟ اتفضلوا اطلعوا برا بيتي. بيتك ايه وبتاع ايه؟ ده بيت رجاء وسمير. ايوه انا موافق انكم تطلعوا بره، انت وخد مائده الرحمن معاك. ايه ده، انتوا بتطردونا؟ ايوه. لا احنا نقوم بقى قبل ما نتطرد. انا بيتهيألي شايف كده احسن في ال ها؟ لا انا شايفه ان احنا نقعد بكرامتنا في التكييف الحلو ده. انا معاكي على فكره. شفت المخدر؟ ما عندهمش دم، هيقعدوا. زباله. بلاش سيره الدم قدام مدام دراكيولا، لان تسمع الدم يبتدي التحول. وانت عليك رقبه كده. انتوا بتقولوا ايه؟ اول حاجه كنا بنقول تحب تشربي ايه؟ اشرب ايه؟ نفسي اشرب من دم الدكتور اللي عمل فيا كده. مش قلت لك هتسمع سيره الدم هتتحول؟ سيبي لي نقطتين. بص يا انجي، بص يا حبيبتي، انا من رايي يعني انك انت تروحي تعملي محضر في الشرطه وهم ان شاء الله هيتصرفوا. اعمل ايه؟ لسه هروح اعمل محضر في الشرطه؟ طب انا من هنا لحد ما يتصرفوا افضل انا كده؟ يعني علي يجي يشوفني بالمنظر ده ازاي؟ اتصرف ازاي يا رجاء؟ انا حتى مش عارف ابوسه. مش عارف ايه؟ مش عارف ابوسه. مش عارف ابوسه. حط كمامة على بقك عشان علي ما يشوفهاش خالص. ايه يا سموره؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ احط كمامة على بقي اعمل بيها ايه؟ ولما علي يكلمني ارد عليه اقول له ايه؟ يعني في داهية البوس مش مهم، بس انا اقول له ان انا لابسه الكمامه دي ايه؟ عندي برد حبيبتي. ما حبكتش يعني المره دي؟ بوس بقى زي يا سمير، انا مش بفكر في البوس خالص. لا ما بيقولكيش لبوس، بيقولك بوس. ايوه هو ده، مش بفكر فيه خالص ولا عارفه قلب عريقي. بتضحكوا على ايه؟ انا مش عارفه قبل عيه ولما اجي اشرب حاجه بتدلدق من الجناب. انا دلوقتي لما يجي يقول لي ايه الكمامه اللي انت لفاها دي ارد اقول له ايه؟ تقولي له عندي دم. وبعدين يا حسين هنتصرف ازاي دلوقتي؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ايه انجي ده؟ امشي في الشارع حطي حاجه على وشك يا ماما. انا بلبس ماسك. ايوه، وعشان ولادك في البيت كمان ما يتفزعوش. حسبي الله ونعم الوكيل في الدكتور اللي عامل لك بقك ده. في ايه يا حسين؟ في ايه؟ وانا جايه لك علشان تحاسبن عليه؟ ما انا ممكن احاسبن عليه، بس الصين بايظه عندي شويه. الصين بس؟ انت كل حاجه. امال انت عايزه ايه يا انجي؟ انا بصراحه جايه لك علشان تعمل له محضر. ايوه للدكتور ده اللي عمل لي العمليه، وعايزاك تحبسه. هو من جهة احبسه انا احبسه؟ انا اسمع عن دكتور ينسى فوطه في بطن المريض. اه
ينسى مشرط في بطن المريض بتحصل، انما ينسى بق في بق المريض دي جديده، دي الصراحه اول مره اشوفها. ايه البق ده كله؟ دبل اكس لارج. لا شدي اكس لارج. ده ليكرا بقى. ده انا هلبسه جنايه. ايوه جنايه زي بقى حسين الزين. يعني لما ملاك بريء زي ده بصي اول ما يبص على الخلقه دي اكيد طبعا هيتخض ويتوب ساكت فيها. يا نهى باشا ده انا قطعت الخلف والله اول ما شفته. والله ازاي بقى؟ زي الاستاذه ناديه الجنتي. يا امها اصر. شفتي؟ ايوه شوف وقطعت الخلف. بس خلي بالك المره الجايه ممكن اقطع لك حاجه تانية. زي ايه يعني؟ هو انت يعني ايوه انت مش اسمك بلبل؟ ايوه. شوف بقى تقطع لك ايه. ايوه اسمك بلبل يعني هقطع لك لسانك واضحه. والله العظيم خدتها من على لساني كنت هقول. حاضر. صباح الخير يا نوش. صباح النور يا كماليا. ايه ده في ايه؟ انت حطيتي وشك في الكمامه ليه اول ما شفتيني؟ انا ريحتي وحشه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ابدا انت ريحتك زي الفل. انا بس عامله عمليه ومش عايزه حد يشوفني. يا روحي عمليه ايه؟ الف بعد الشر عليكي يا حبيبتي. لا لا دي عمليه تجميل بسيطه كده. عمليه تجميل؟ طب هو بقى اللي بيعمل عمليه تجميل يخبي وشه ولا يعني خايفه لحسن احسدك على جمالك؟ تحسديني ايه بس يا كماليه؟ تحسديني ايه؟ انا خايفه عليكي اللي تتخضي. طب ونني وريني عايزه اشوف. لا يمكن لا. لما يعجبني يعني اعمل زي كل ما وريني. انا اللي هوريكي بنفسي. وريني وريني. يمي يمي غطي وشك واوعي تسمعي كلمي تاني لما اقول لك وريني حاجه، فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. اتريقي عليا يا كماليا، اتريقي براحتك واستظرفي. يا حبيبتي انا ما بتريقش. وبعدين انت لما انت وشك متشلفط كده ايه اللي جابك الجورنال؟ عشان قررت اكتب موضوع، موضوع صحفي اهاجم فيه كل الدكاتره بتوع التجميل اللي بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان هنعمل لكم عمليه ضب على سنة التجميل وهي عشان التقبيح اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا اللي كنت عايزه اعمل زي نعم. الاستاذ جميل كان ايه ده يا انجي؟ انت بلعتي بقك ولا ايه؟ لا بقي اهو. يا لهوي البق ده يما. اتاري يا بقى واستظرف يا سامي. قبل ما تستظرف روح بص على نفسك في المرايه الاول. والنعمه ما بستظرف، ده اللي نفسي اعمل اللوك بتاعك ده. ليه يا سامي هتعمل اللوك ده ليه وانت ناقص تسوهات؟ تسوهات ايه؟ ده انا بحلم ابقى في حلاوه حسين فهمي. طول رشدة اباظه قوه الشحات مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك. معقول معقول؟ لا مش معقول. انت كمان ليكي نفس تغني باللي انت عامله في نفسك ده؟ اغني ايه بس يا مي؟ اغني ايه؟ انا بقوق مش قادره اصدق مش قادره اصدق الدكتور النصاب ده ازاي عمل فيا كده. اروح اقول له اعمل لي الضب بتاع انجلينا جولي، يعمل لي الضب بتاع محمد سعد شريان المرفلوتي. لا 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 والله محمد سعد كان احلى. بس يا ولد انتوا هتتريقوا عليا؟ اسكتوا خالص انا مش ناقصه. إيه مين بقى اللي جاي لنا في اللي احنا فيه ده؟ ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا هشوف مين. انا هشوف مين. احنا هنخاف ده وانت هتخوفي بلد. اخرف يا ولد اخرف. ايوه يا مغاوي. لا مؤاخذه يا ست انجي ان كنت ازعجتك. لا ازعجتني. طب الحمد لله. نعم عايز ايه؟ لا مؤاخذه يا ست انجي اصل كنت عايزك يعني في طلب كده يعني صغير. خير يا مغاوي؟ قول له ايه بس؟ كنت عايز الشهريه بتاعي. انا عارفه ما تتاخرش دقيقه واحده تطلب فيها الشهريه هجيبها لك. لا ثانيه واحده بس اصلي كان في طلب تاني يعني ومستعجل وعايز حضرتك. ما تقول يا مغاوي زهقتني. مراتي الله يهرجه بجاز مصمم وراسه وستين الف جزمه قديمه عايز يخش السينما وعايز يخش فيلم اندر وورلد 3D. 3D؟ واندر ايه اندر وورلد ده؟ اندر وورلد ده يا مامي بتاع مصاصين الدماء. واحنا مالنا بتاع مصاصين الدماء ولا مصاصين المصاصات؟ احنا مالنا؟ ازاي بس يا ست انجي؟ امال انت ايه يعني؟ عايز اقول لحضرتك يعني لو حضرتك وافقتني يعني ونزلت معايا وهو شافك بالمنظر ده هيفتكر ان انت من بتوع الفيلم ويمكن يتوب ساكت واوفر ثمن تيكت. ده انا عندي فكره احلى يا مغاوي. ايه؟ نوفر ثمن 2 تيكت وانا هاخدها دلوقتي.
يا مغاولي. عاجبك كده يا مامي؟ خليتينا مقلسة للناس. مقلسة؟ جبت منين الكلمة دي يا ولد؟ من المقلسة. وبعدين ما تغيريش الموضوع، عايزين نشوف حل لمشكلة طبك ده. طبك ده؟ طب ادخل على طبك ده. يا دكتور انا هبة عرفاني موضوع عملية التجميل ده. تاني يا هبة ما تعصيش من اللي حصل لإنجي. ما انا قلت لها وبالعافية اقترعت ان هي بدل ما تعمل عملية تجميل تعمل عملية شفط. فعايزينك بقى يا دكتور تقول لنا ايه المطلوب مننا بالظبط. مطلوب ايه؟ ده لولا نعمة الجاذبية الارضية كان زمانها طايرة في الهوا دلوقتي. لعلمكم بقى انا لولا الامكانيات اللي عندي دي ما كانش شعبان ده عمره بصلي. كنت اعمى اعمى. يا حبيبتي ده انت الفرق بين ظهرك وقفاكي ان في مناخير. هو ده الاثبات الوحيد ان ده وشك. هو ده الاثبات الوحيد ان ده وشي؟ طب انا مش هتكلم معاكي عشان انا عارفه ان دي غيره ستات مع بعضيهم وانت هتموتي مني عشان انا وتكه. انا هتكلم بقى مع جوزك وهو دكتور نسوان وبيفهم. يا جهله يا جهله يا اميه. اسمه دكتور امراض نسا. وقولي لي بقى ايه الامكانيات اللي عندك؟ ايه الامكانيات اللي عندي؟ ده انا كل امكانيات اشي مراجعها على اشي زحالقه على اشي واشي ده انا مدينه ملاهي متحركه. طيب ممكن تذكرتين انا ورجاء هي خليها تحت وانا فوق اتفرج. يا خبر ده انت تنور. ده انا عندي حته نطيطه انما ايه. نطيطه ايه وزفت ايه؟ اذا كنت انا ما لعبتش هتلعب انت. وانت ما حدش قال لك تلعب فين. بقول لك ايه؟ مين الطفل الجميل ده؟ انهي طفل؟ اللي على حجرك. ايه ده مين ده؟ مين ده يا يابا؟ ما اعرفش يا اخويا، مين ده؟ الله؟ مين ده؟ قول لي حبيبي، انت اسمك ايه؟ انا اسمي ياسين وجد اسماعيل ياسين. حبيبي. بليز اسمعي كلام أمكل سمير وحطي الكمامة دي على بقك عشان مش ناقصين فضايح. مالك قرفانة مني كده؟ كأني ريحتي وحشة. ماشي ماشي يا أولاد علي حطي الكمامة حقكم. ايه ده؟ مين بيخبط عليا دلوقتي؟ ده هتلاقيه مغاوري جايب عيلته كلهم عشان يتفرجوا على ضب أمك. ما احنا خلاص بقينا مزار سياحي للعمارة دي. ايه ضب أمك دي؟ ماشي يا مغاوري الكلب والله لو أوريك هطلع فيك غيري كله. وحشتوني يا حبايبي. انت كمان يا بابا. وحشتوني يا حبايبي. ايه انش يا حبيبتي؟ ايه المقابله الجميله دي؟ وحشتني قوي يا علي. بتضربي لي بشبش يا انجي؟ غصب عني يا علي معلش، اصل انت مش عارف كل شويه في كلب ابن كلب بيجي يرن الجرس. كلب؟ كلب ايه ده اللي بيطول جرس الباب؟ يا بابي ده الكلاب اتغيرت قوي. اصل بعد ما انت سافرت في تطور غريب حصل للكلاب. الكلاب والضب. ضب؟ ضب ايه؟ يا علي الضب حيوان الضب ده بقى منتشر قوي في الشوارع. مش عارفين يعملوا فيه مشكله كبيره. ياه واضح ان انا طولت قوي في الغربه. وحشتوني يا اولاد. وانت كمان. وحشتيني يا انجي. وانت كمان يا علي وحشتني قوي. ايه يا حبيبتي؟ مفيش حضن، مفيش بوسه، مفيش حمد لله على السلامه. وايه الشبشب اللي انت حاطاه على بقك ده؟ الشبشب؟ لا اصل انا ما قلتلكش، اصل انا منتخبه واحد في مجلس الشعب رمز الشبشب. ومين الجزمه ده اللي منتخباه؟ بصراحه يا علي اصل انا بعاقب نفسي عشان اللي عملته، يعني بضربتك بالشبشب وكده. لا يا حبيبتي مفيش حاجه، ده غصب عنك. شيلي الشبشب بقى. لا مش هشيله يا علي، انا مش مسامحه نفسي. انا مش فاهم حاجه. خليك معايا انا بقى يا بابي. جبت لنا ايه وانت جاي معاك؟ قولي انا الاول جبت لي ايه. جبت لك كل اللي طلبته. بص يا سيدي. أيوه. جبت لك ال6 وال7 وال8 وانت جبت لك ال9 وال10 وال11. وانا جبت لي ايه يا علي؟ جبت لك كروكس. ايه يا علي؟ بهزر معاك يا حبيبتي. انت جميله. جبت لك الخاتم الالماس ده. الله يا علي ايه الجمال ده. احي انت. ايه يا هانم اللي عملتيه في بقك ده؟ اعمل ايه يا علي؟ كنت عايزه اعمل لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ يعني اغيب الفتره دي كلها يا انجي وارجع الاقي بقك باصص بالترين لبره كده وتقولي لي مفاجاه؟
معلش يا علي، حقك عليا، انا عارفه ان انا وحشك. مش انت اللي وحشاني، انا اللي وحشاني انجي مراتي حبيبتي جميلتي الجميلات، مش ام ضب. معلش يا علي، انا عارفه انك عايش تبوسني. بوسني يا علي. لا لا، ابوسك ازاي بسنانك دي؟ بلاش تبوس خلاص. طيب انا عندي فكره تانيه، ايه رايك تغمض عينيك وبعدين تبوس؟ لا اخاف اغمض عينيا وابوسك في بقك تعوريني بسنانك دي. وايه يعني يا علي؟ وايه يعني؟ مش مشكله، ضحي عشاني شويه يا علي، ضحي مره ما انا بضحي عشانك كتير. لا وضحي ليه؟ على راي المثل اللي بيقول الليالي الزباله علاجها النوم، تصبح على خير. ماشي يا علي ماشي، بس خليك فاكر انا بكره هروح للدكتور واصلح الغلطه دي. ايوه هتتمنى ساعتها بوسه واحده مش حديك. شيلي بقى الماسك كده، شوف انت عملتي ايه. اتفرج اللي انت عملتي. طيب انا خايفه على حضرتك. لا ما تخافيش. طيب غمض عينيك. اوكي غمض. غمض. فتح بقى. ايه ده؟ ها؟ زي ما حضرتك شايف كده، هو في امل ان بقي يرجع زي الاول؟ والله ان شاء الله في امل. ربنا يخليك يا دكتور. والله انا من اول ما شفتك وانا مستريحه لك وبقول عليك دكتور هايل هايل. ما سمعتيش الكلام ليه بقى من الاول طالما انت شايفه كده؟ معلش انا اسفه، غلطه يا دكتور وبدفع ثمنها. اوكي انا اسفه. طيب تمام، على العموم خير ان شاء الله، ما تقلقيش خالص، هنعمل اللي لازم. ربنا يخليك يا دكتور، انا بقول عليك دكتور هير والله من زمان. انا نفسي بس ارجع اكل واشرب زي الاول وارجع احط روج على شفايفي مش على اسناني. ده كل دي كل احلامك يعني، تحطي روج على شفايفك تاني؟ والبوس نعم. لا ابدا ولا حاجه، انا بس خايفه من العمليه. لا لا ما تخافيش ان شاء الله، هي نص ساعه وكل حاجه هتخلص ترجع زي الاول. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. اتفضل يلا بينا. ايه ده؟ لا انا بخاف من الحقن قوي، بخاف من الحقن. ظالم يا ابن الظلمة. لولو لوليتي. أنا نمت بقى. للوشي في يا إنجي. إنجي إيه يا لولو، أنت نسيت قلت لك إمبارح Good night لولو. Good night. يا فرحة ما تمت، خدها الضب وطار. عشرين اتناشر واحد واتنين أول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه اخبي بقي ازاي عن جوزي؟ ابوس ده بقي، ابوس ازاي؟ يا حبيبتي ما حبكتش يعني المره دي، بوز بقى ازيك. ما كده لا ناوي تلعب بالي معايا. 23 15 1 و3 اول مره. علي غيرت الكلام. عملية تجميل بسيطة كده. عملية تجميل؟ طب هو اللي بيعمل عملية تجميل اللي بيخبي وشه برضو، ولا يعني خايفة لحسنة؟ تاني يا هبة، يعني ما تعصيش باللي حصل لإنجي. إنجي تجميل. إنجي البير. دكتور محمد عميل أصلا دكتور سنان معروف يعني، بس النهاردة بيشتغل معانا ممثل، فهو تحت إيد النهاردة. اتفضل. الحمد لله الجزء الاولاني عدى، وده بقى الجزء الثاني. انا بس بعد ما هخلصه عايز حد من الجمهور يحكي لي، لان انا مش فاهمه الحقيقه. انما
كده كده بدليل احنا بنضحك في كل شوط. لا لا اه يعني يا فرستي.